الحمد لله شعور لا يوصف. بعد تعب شهور قدرنا نحقق المركز الأول وهذا بفضل الله، وبعد طبعا دعم الأهل، أمي وأبوي أخواني وأهلي طبعا كلهم وأصحابي، الحمد لله ما قصروا، ويعني شعور لا يوصف فعلا. بإذن الله نرجع للشغل على طول، المثابرة ثم المثابرة. طبعا احنا حققنا احد الاهداف بس هذا مو اخر هدف، الهدف الثاني بإذن الله آيسف ان شاء الله نرجع لكم بمراكز اكثر من السنة اللي فاتت بآيسف. مشروعي يتكلم عن احتجاز ثاني اكسيد الكربون من خلال التجميد. الحمد هو حاليا بالمملكة يستعملون طريقة لاحتجاز ثاني اكسيد الكربون من خلال التحجيز باستعمال سائل تلامس، وهذا سائل تلامس يعتبر غير فعال من ناحيات كثيرة زي الكفاءة وأنه مضر للبيئة وأشياء ثانية. اللي أنا سويته هو أن قمت بتجارب وقمت باستبدال سائل التلامس هذا، وقدرنا نرفع الكفاءة نقلل السعر وجعلناه صديق للبيئة.